الآن أدعو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لإلقاء كلمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، صاحب الفخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام للمملكة العربية، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبا بقيادة أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة القمة العربية 26 وعلى حسن الاستقبال والضيافة وكل تهيئته لتحضير هذا المؤتمر. وأتوجه بالشكر لأخي صاحب السمو الشيخ أبو أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على جهوده المتميزة التي بذلها خلال رئاسته رئاسة سموه الدورة السابقة. كما أشكر معالي العام الأمين العام لجمعية الدول العربية وكافة العاملين فيه على ما يبذلونه من جهود موفقة. أيها الأخوة، قبل أيام شهدت هذه المدينة انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي تجسد فيه وقوف المجتمع العربي والدولي إلى جانب مصر الشقيقة، واليوم نجتمع للتشاور في سبيل الخروج من الأزمات السياسية والأمنية التي تعاني منها العديد من الدول العربية والتصدي لمختلف التحديات التي تواجهنا. فخامة الرئيس، إن الواقع المؤلم الذي تعيش عدد من الدول العربية من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء ونتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية الذي تقوده قوى إقليمية هدت تدخلاتها السافرة في منطقتنا العربية لزعزعت الأمن والاستقرار في بعض دولنا. ففي اليمن الشقيق أتى تدخل خارجي تمكين ميليشيات الحوثية وهي فئات محدودة من الانقلاب على السلطة الشرعية واحتلال العاصمة صنعاء وتعطيل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية التي تهدف الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره. ولقد جاءت تلبية دول الخليج العربية لدعوة فخامة الرئيس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر الحوار في الرياض الأمان العام لدول المجلس من أجل الخروج باليمن من ما هو فيه إلى بر الأمان وما بما يكفل عودة الأمور إلى أصحابها في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تحظى بتأييد عربي ودولي والاستمرار من مشاريع حوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعل قاعدة نفوذها في المنطقة بتعنتها ورفضها للتحريرات الشرعية اليمنية ومجلس التعاون ومجلس الأمن وكافة المبادرات السلمية والمضي قدما في عدوانها على الشعب اليمني
وسلطته الشرعية وتهديد أمن المنطقة. فقد جاءت استجابة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصمة الحزم لطرف فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد الرب منصور هادي للوقوف إلى جانب اليمن الشقيق وشعبه العزيز وسلطته الشرعية وردع العدوان الحوثي الذي يشكل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها وتهديدا للسلم والأمن الدولي ومواجهة تنظيمات إرهابية.